اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من بيت للكل، ونتحدث اليوم عن الفن، حيث الفن يعتبر احد الوسائل المؤثره في حياتنا، وخاصه اذا كان هذا الفن فن هادف ورزين، ويهدف ايضا الى معالجه كثير من القضايا الاجتماعيه والسياسيه والتاريخيه وغيرها. تتفق معي خالد وشافكي يمكن في موضوع ان الفن كالإعلام له رسالة مؤثرة؟ صحيح؟ طبعاً أصلاً للفن الرسالة، وإذا لم يكن هناك رسالة فهذا ليس فناً. بالتالي أيضاً ضيفة الليلة، ضيفتنا الفنانة القديرة الرائعة عفاف شعيب، اللي بصراحة يعني لازالت علقة في ذهن كل منا، خاصة في الشهد والدموع وفي رأفة الهجان أيضا بالتحديد. هي مثلت دور الأم المصرية العظيمة التي تخشى على الوطن وتخشى على شقيقها اللي هي بتعتبره ابنها، ومجمل أدوارها الحقيقة أيضا لها أدوار عظيمة سواء في السينما أو في المسرح، والتاريخ لنا يخلد المؤثرين طبعاً. في كثير عابرين على رصيف على هامش الحياة الثقافية والفنية، وهم يدعوا الفن ويدعوا، لكن لم يتركوا أثر أبداً. الفنان الذي يترك الأثر هو هذا الذي يكون قد أوصل الرسالة المنوطة به، وهذا جزء من دوره في هذه الحياة. أكيد أنا بتفق جدا مع الكلام اللي بتقولوه، ودايما بشعر بأنه الفن رسالته في أنه بيشكل الوجدان، بيشكل الوجدان لما يكون صادق والوعي طبعا. يكون صادق ومعبر، وده بينطبق تماما على ضيفات بيت للكل اليوم. لما نتكلم عن دورها في رأفة الهجان زي ما خالد ذكر، ونجاح دورها في ان هي اخت يعني البطل اللي هو رفعت الجمال او رأفت الهجان كما ذكرت اوراق ملف المخابرات المصريه، هي فعلا مثلت الاخت الحقيقيه لبطل حقيقي لبطل حقيقي. فهي بالتالي بتمثل حاجه حقيقيه في المجتمع، وعشان كده العمل الوطني بينجح كلما اقترب بصدق تماما طبعاً. وبوطنية شديدة طبعاً. وعفاف شعيب قادرة بملامحها المصرية وعفويتها وتلقائيتها ان هي تنجح بالدور طبعاً. نجحت في نفس الدور ايضا ولكن في عمل اجتماعي، وهي زينب في الشهد والدموع. هي الام المصرية اللي بتحاول ان هي تشد ابنائها الى الامام وتخاف عليهم وتحميهم طبعاً. فأعتقد برضو هو نفسه فيه الصدق الاجتماعي طبعا. إن هي بتنقل الدور الحقيقي صحيح. فالفن دايما بيبقى مراية حلوة كلما كان صادقاً وحقيقي أكيد. ده أكيد. ويفضل باقي في الوجدان يعني أكيد. مثلا أنتم في الأردن تابعتم أكيد الأعمال دي وكمان أكيد. لها نفس التأثير لأنه المرأة المصرية والعربية واحدة، ولا زالت تلك الأعمال تعاد على المحطات صحيح. العربية صحيح. رغم مرور سنوات طويلة يعني على تقديمها من الثمانينات، لأنه زي ما حكت شابكي هي تلامس وجع الناس، همومهم، احتياجاتهم، طموحهم، آمالهم، تلامسهم بشكل مباشر. احنا اليوم أمام ضيفة وفنانة قدمت في مشوارها 30 فيلم و70 مسلسل، واعتقد وفي منهم مسلسلات هنا في الاستوديو يعني. فاعتقد انه لقائنا بيها النهارده الفنانه عفاف شعيب لقاء مشوار عن ادوار مهمه، مشوار فيه تفاصيل، واكيد اللقاء هيكون عفوي وتلقائي لان هو حال لسان ضيفتنا اليوم الفنانه القديره عفاف شعيب.